بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن البرق. البرق أول من درس هذه الظاهرة علميا عندما جاء القرن الثامن عشر، أي بعد زمن النبي بأحدى عشر قرنا، بدأ العلماء ولأول مرة بدراسة هذه الظاهرة، ظاهرة البرق علميا. فكان العالم فرانكلين أول من درس هذه الظاهرة من خلال طائرة ورقية الشهيرة. لقد ربط طائرة ورقية بسلك معدني وأرسلها عاليا بين الغيوم، حيث انتقلت الكهرباء من الغيوم عبر السلك، وعندما لامس السلك الأرض انطلقت شرارة قوية. طبعا فرانكلين هو أول من أثبت أن البرق هو شرارة كهربائية. إذن البرق ببساطة هو التقاء الشحنات السالبة بشحنات الموجبة، والله أعلم.